بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا معنا أيها الأحبة في زد مهارتك. وكالعادة حديثي عن أي موضوع؟ أنا مهارات إيش؟ مهارات إيش؟ إعلامي. مهارات النجوم، أحسنت. المهارة الأولى اللي أخذناها آخر مرة وش هي؟ مهارة إيش؟ فل هذه؟ ها؟ لا إن شاء الله تلقى لنا ورقة. لا هند بس تقرم وينه؟ طيب اليوم المرة الأولى أخذنا أي مهارة للنجم؟ مهارة إيش؟ لا المبادرة هذه مهارات إعلامية، تكلم عن النجوم. المهارة اللي تكلمت عنها المرة الأولى وش هي؟ ثقافة إعلامية. أي نعم. اللي قلنا فيها تخطيط جغرافي وتخطيط علاقات وتخطيط إنجازات. نعم. توسل. مهارة التخطيط. النجم اللي عنده خطة عارف هدفه وش هو هذا ينجح. اليوم عندنا مهارة ثانية يحتاجها كل نجم. عندنا مهارة ثانية. التفكير حسب الصورة، إيش رأيكم؟ الشكل هذا مرتاح. تخطيط التخطيط أو التفكير. ها؟ ما في غير برتقالي. خلاص أعطني أنا أنت. تزاحم الأفكار. طيب نحن نحتاج، أي نجم يحتاج هذه المهارة يا شباب؟ أي نجم؟ وحاولوا تركزوا معنا يا شباب، ترى الكلام هذا لكم بوجه خاص والمشاهدين بشكل عام، لكن يهمنا حقيقة أن الكلام هذا أنكم تسمعون تركزوا معنا فيه. تفضل يا عمر. النفسية يحتاجها الشخص المقابل اللي يقابل الجمهور بشكل كبير. النجم اللي يقابل الجمهور بشكل كبير، والجمهور متنوع بكل أطيافه، الجمهور متنوع جدا، فأنت شكرا لك يا سعد. فالنجم بحاجة إلى قوة نفسية. ليش قوة نفسية؟ يواجه الصدمات اللي يجي. الصدمات. يعني الحين في الفترة دي قاعد نواجه كومنتات وواجه حاجات، إذا ما عندك قوة نفسية أو ثقة في النفس ممكن تطيح في الشيء هذا اللي قاعدين يكتبونه. طيب عبد العزيز أنت ولا عبد الرحمن؟ أنا عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز قال الكلام اللي في خاطر كثير من الناس، أن النجم بحاجة إلى قوة نفسية علشان الصدمات. ليش نفترض أن النجم يلاقي صدمات؟ ليش ما يلاقي إطراءات؟ لا أنا سؤالي، ليش يفترض أن النجم يتلقى صدمات؟ نقد نقد مثلا. تفضل يا صالح. شرائح مختلفة من المجتمع. حلو. مو بكلهم على تفكيرك، في ناس تفكيرهم تحت، ناس تفكيرهم فوق، فعشان كده ممكن يجيك صدمة. صالح، لو النجم هذا تلقى سيل من المديح والشكر والثناء، هذا يحتاج إلى قوة نفسية؟ نعم. شوي شوي. طيب طيب نعم. عبد الله يقول نعم، لو النجم تلقى سيل من المديح والشكر والإعجاب فإنه أيضا يحتاج إلى قوة نفسية. ليش يا عبد الله؟ يحتاج أكثر بعد من أنه يعطمون. ليش؟ لأنه دخل نفسه غرور. إذا دخل نفسه الغرور، يا ابن آدم يلعن الله مختال فخور، من تواضع تحت ربه يعليه درجة. يا سلام. أي إنسان بالله لفظك هذا سلام من عسلم، قد صدقت على فاهن العسل. يا أبو يا نسمع أبو. يا عبد الرحمن معلش اسمع شباب. سيل المديح هذا ممكن لو يجيه انتقاد واحد أو انتقادين ممكن نفسيا ما يتحمل. حلو امتداد الكلام عبد الله. ايه معلش احنا تجاوز النقطة هذه، بس أنا عندي شريحة ودي أسمع رأيكم فيها، هذه تهمني يعني الآن. هذه الشريحة أكيد مرت عليكم وانتشرت الفترة الأخيرة، هذه الجملة العالمية الشهيرة: توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. أبغى أسمع اثنين بس ورأيهم فيها، وبختار أنا بشكل عشوائي. العبارة دي إذا اخترتك فأسمع رأيي، بعطيك أنا التوجيه. ها خلوني أختار محمد الذهلي. هذه العبارة انتشرت: توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. نعم. ما رأيك حول هذه العبارة؟ عبارة صحيحة 100%، لأن بعض المشاهير اشتهروا ببعض المواقف ربما تكون خارج سرب الأخلاقيات الإعلامية للمشهور، فتجد أن أصحاب العقول الضعيفة وأصحاب القلوب الضعيفة مشوا خلف هذا التيار الوهمي أنا أسميه، فأصبح مشهور بشكل كبير بتصرف لن أقول أحمق ولكن تصرف غير لائق، كالمثال الذي ضربه الأستاذ ماجد عندما قال عن الأعرابي الذي
قضى حاجته في بئر زمزم كي يدخل في التاريخ. فهي المسألة مسألة يعني يطمح يبحث عن الشهرة ولو بلعنة. بالضبط. طيب حلو. طيب أحد يختلف مع رأي محمد؟ يختلف يعني هو يقول هذه العبارة صحيحة 100%، واليوم صار في مشاهير حمقى وصاروا يكثرون، فهو يتفق يقول احنا بحاجة لنوقف هذا الموج. أحد يختلف معه؟ أنا ما أبي أحد يتفق معه، اتفق معه خلاص راضي. أنا عندي قصة. لا ما نبي قصة، نبي أحد يختلف معه. يختلف معه، في أحد يختلف معه؟ تفضل عبد المجيد. أتوقع أننا لو شعينا من الآن إلى مئات السنين قدام ما راح يعني نستطيع أننا نوقف أمام أن المشاهير الحمقى يصيرون مشاهير، ولكن أحس أن الخطأ اللي فينا أننا نجعل من الحمقى نجوم، وهذا هو الفرق. لأنه شوف هذا قضى حاجته في بئر زمزم وإلى الآن يذكر، فلن نستطيع أن نتوقف أنه نخليهم مشاهير، ولكن المشكلة في بعض المجتمعات بدون تحديد أنهم يجعلون من الحمقى نجوم، وهنا تكمن الكارثة. حلو. إذا عبد المجيد طرح طرح جميل، يقول لك أنه يحصل موقف خطأ ويشتهر هذا طبيعي وبيستمر، لكن الناس جعل هذا قدوة ونجم، إذا هذه المشكلة. طيب ما تشعرون أحيانا، معليش احنا بنحاول نقلل المداخلات عشان الوقت، ما تشعرون أحيانا إن هذا المشهور اللي يقال عنه إنه أحمق، إنه مو بأحمق، إنه ذكي، لأنه عرف كيف يقدم بضاعة تصلح عند المجتمع، وهو ذكي مو بغبي، يمكن هو يعني تظاهر بالغباء أو بالحماقة، لكن هو في داخل نفسه ذكي. إذا المشكلة فين؟ في المجتمع نفسه. واحدة واحدة عشان المداخلات كذا، خلنا نأخذ عبد الرحمن مطيري. المشكلة يا طويل العمر الحين الغالب الواقع يجبرهم يظهرون بهالصورة هذا. شاف الموجة الآن والله بالتسخيف والاستهتار وابتذال النفس، فطلع بالموجة هذا عشان يشتهر. فالمشكلة غالبا ما تكون من الأحمق هذا، أو مثلا بمعنى آخر المشهور هذا، المشكلة ربما تكون من المجتمع نفسه. المجتمع ليش يهتم بالمجال هذا؟ إذا اهتم بالمجال هذا أكيد بيبرز ناس تهتم بالمجال هذا بسبب، لكن لو اهتممنا بأشياء عالية وطموحات عالية، مثلا مشاهير لهم رقيهم لهم قوتهم، غالبا بيجونك ذولي بيهتمون بالمجال هذا. يعني أنت لا قاعد تتهم الجماهير هم السبب. ما هم جزء في السبب، جزء ما هو من السبب. السبب كامل، لكن أنا اليوم نزلت استفتاء، أنا ما شفت والله نتيجة استفتاء، قلت هل تؤمن بوجود مشاهير حمقى، وكان فيه ثلاث خيارات، إيه نعم فيه، أو ما فيه مشاهير حمقى هم أذكياء، أو جماهيرهم الحمقى. الخيار الأول 67% نعم هناك مشاهير حمقى، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني كان يقول لا هذول أذكياء. الخيار الثالث 17% كانوا يقولون لا الجماهير هم الحمقى، لكن واضح في الاستفتاء أن 67% يقولون نعم هناك مشاهير حمقى. طيب أنا بوقف عند النقطة هذه وبتكلم شوية، والفترة الجاية بشرح لكم شوية أيضا. ما فيه مشهور بدون جماهير، صح؟ صح أكيد. وما في نجم بدون جماهير، صح؟ جماهيرك هذولا هم اللي يطلعونك فوق، وهم اللي يروح يخليك وتسقط، صح؟ إذن هم الأرضية حقتك الجماهير. عندنا قدوات صراحة في المجتمع وهم الغالب والكثر، لكن في مشكلة في القدوات أنهم ما بقادرين يقدمون أنفسهم للجماهير، ما زالوا يعني يغردون بلغة فوقية، ما زال عندهم نخبوية زايدة، والجماهير اليوم والعصر اليوم يبحث عن السرعة، يبحث عن الاختصار، بدل ما تسوي لي يا أخي محاضرة ساعة، هل تستطيع تقدمها لي في دقيقة بقالب جميل إبداعي بسيط في اللغة؟ إذن في مشكلة أحيانا مو بس في الحمقى إذا صح التعبير، في مشكلة أحيانا في القدوات. عاجزين أنهم يصلوا للجماهير، أو صنعوا بينهم بين الجماهير فجوة. إذا المشكلة الأولى نحتاج قدوات أذكياء يعني يستعملون الأدوات اللي استعملوها هؤلاء اللي يقال عنهم حمقى. أنا شخصيا عندي تحفظ على هذه العبارة صراحة، لأني أنا أرى أن الموضوع تكاملي بين النجم وبين الجمهور وبين المادة، وبتكلم إن شاء الله على الأركان النجومية الآن. فلذلك أنا حقيقة عتبي ليس على المشهور فقط، بل حتى على الجماهير. وعتبي في المقام الأول ليس على الجماهير ولا على المشهور، على المشاهير اللي يملكون قيم، يجب أنهم يستطيعوا، يجب أن يجتهدوا في توصيل صوتهم بشكل جميل. طيب خلونا نشوف إيش القوة النفسية نحتاجها، ليش أي نجم يحتاج القوة النفسية
حتى يتعامل مع النقد، لأنه راح ينتقد. أنتم عارفين إذا صرت مشهور ونجم بكرة ينتقدونك في لبسك وفي أكلك وفي نظارتك في شخصيتك في أدائك في كلامك، ولذلك أنت هنا تحت المجهر، يجب أن تكون دقيق جدا. المشكلة أنه بعض الشباب مو هو مستشعر أنه نجم، مو مستشعر أنه يتابع مئات أو آلاف أو ملايين عفوا. لازم تستشعر أن كلمتك هذه أنت مسؤول عنها، ولازم تتخيل أنه أحيانا يتابعونك هذولا قد يكونوا أطفال ويشوفونك قدوة، مو بيتابعونك ترى ربعك وأصدقائك، يفهمونك يفهمون اللي في خاطرك. يجب أن تكون رسائلك محددة مقننة واضحة. وترى يا شباب أنا ما أتكلم أنك تتكلم دائما بقرآن وسنة، لا، ممكن تكون مشهور وأنت كوميدي، ممكن لا، بس ممكن تكون كوميدي هادف، نقد ساخر ظريف لطيف، عشان ما حد يقولي لا يا أخي إحنا نبغى واحد بس جاد وما يبتسم. ما هو بصحيح، بل في ناس اليوم يقودون العالم وهم بالنكتة بالكوميديا، لكنها رسائل موجهة. لكن يجب أن تستشعر يتابعونك أحيانا يعني أطفال، بنات، مراهقين، مراهقات، كبار سن، مثقفين، فطرحك يكون محدد ومقنن وانت عارف ايش قاعد تقول. النقد اللي يجيك أحيانا يقودك. بعض الشباب هنا الآن في زد فرصتك ينتقدونهم مثلا مع المتابعين، يقولون مثلا اتكلم في كذا، قدم نفسك، اشف، فتلقاه يتأثر روح بكرة يسوي حركات عشان بس لا يقودك النقد. قد يكون عندك خطة انك تقدم فقرتك او موهبتك بعد يومين ثلاثة، لا يستعجلونك بالنقد. كيف تتعامل كنجم مع النقد؟ لا يمكن يتعامل نجم مع النقد الا اذا كان يملك هدف. ترى النجم اللي ما عنده هدف يقودونه ترى التيار يمين يسار، بس اللي عنده هدف خطة واضحة سيكون مرتاح مع النقد، ما عليه خوف. قوة نفسية نحتاجها، لأن المشهور بعض المشاهير اليوم إذا جاء في الشارع وجاء واحد قال ممكن صورة يعلم الناس كلهم اللي حوله، اليوم جو ناس وخذوا معي صورة خلاص صار مشهور يستانس. لكن أنا أعرف كثير من النجوم مرهقين جدا من هذا الموضوع، جدا مرهقين، ما يقدر ينزل السوق، ما يقدر يروح يأخذ أغراضه، لأنه صار يتعب. عنده 10 دقائق بيكوي مثلا شماغه وبيرجع راحت ساعة. طبعا أنا أعرف ناس ومشيت معهم وشفت التعب النفسي اللي يعيشونه، هذه بصورة ويحتاج إنه لازم يكون بشوش مع كل واحد هو في داخل متضايق، فصار عندهم مشكلة في إن عندهم حرية مقيدة. أستاذ سعيد سم، عندي مداخلة بسيطة. تفضل. هل تشوف من حق المشهور أو الشخص المشهور إنه يرفض التصوير؟ بدون دخول في التفاصيل، يجب على النجم، يجب على النجم أن يحترم جمهوره، لأن هذا الجمهور هو اللي خلاك نجم. فلازم تبتسم، لازم تعيش معه بروح حلوة، لازم تكون تطرح الشيء اللي بيه الجمهور، اللي بيه من قيم، مو اللي بيه الجمهور حتى يكون حاجة غلط، لا، قيمك والجمهور هذا نوعيته وش هو. فمن حق الجمهور أنك تلبي رغباته، فلا ترفض الجمهور طلب إلا إذا كان يخالف الشرع. لكن أتكلم عن الحرية، عن قناعة شخصية. أنا مو أدخل في التفاصيل لأن بتجيها الأيام الجاية. أنا أتكلم عن حرية النجم مستقبلا، ترى تصبح صعبة جدا، صعبة جدا. يمكن بعضنا ما وصل لهذه الشهرة إنه يمشي في كل مكان وتلاحق الفلاشات، وفي نجوم يمكن عالميين ماتوا من الفلاشات، طاردوهم بالفلاشات حتى صدموا في لندن وماتوا من الفلاشات، ضايقوهم في كل حالاتهم. وإذا كنت بحاجة إلى نفسية وقوة نفسية تتعامل معها، أنا قد أكون متضايق ونازل في الشارع وجاني طفل صغير قال ممكن صورة، ما تقول لا بس فارقنا بس، لا، انزل وخذ صورة واضغط على مشاعرك واضغط على يعني همومك وابتسم وخذ صورة وتبتسم ومشاكلك خلها في داخلك. فهذا الموضوع يحتاج إلى قوة نفسية، يحتاجك تتأكد أنه ممكن غلطة تسويها تصل ترند. وتعرفون انه في نجوم سقطوا من غلطة واحدة، سقطوا تماما من غلطة واحدة. فدائما تأكد انك انت بما انك اصبحت نجم ومشهور انت بحاجة دائما لتأهيل نفسي، بحاجة دائما تكون حاضر ذهنيا، ما تنسى نفسك مع السوالف مع الميانة وتقول كلام انت يعني قد يزيحك من ساحة.
لازم تكون مركز 100% في كلامك، في حركاتك، في أدائك. حتى لو كنت لحالك في الصحراء تراقب سلوكياتك، ما تدري. وقبل ذلك راقب الله سبحانه وتعالى، لأنه النجم اللي يراقب الله سبحانه وتعالى هذا مرتاح أصلا، مرتاح. وراح أتكلم عنها إن شاء الله في نهاية اليوم. القوة النفسية تحصل من عدة أمور. أولا يجب أن يكون لك قراءات في سير النجوم. ثانيا يجب أن يكون لك علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، وتطلب الله المدد والعون أن الله يعينك على هذا الضغط، وأنك صاحب رسالة. ثالثا يجب أن يكون عندك خلوات مع نفسك تمارس فيها حريتك، الاستجمام، الراحة، الهدوء، وتبحث عنها وتقنن لها. رحلات، يعني رحلات خاصة فيك. وترى عندنا مشكلة حنا في مجتمعنا أنه الرحلات عندنا عشوائية. إيش رأيك بطلع رحلة بسم الله رحلة بدون خطة؟ تلقاهم يطلعون رحلة بدون خطة ويرجعوا متزعلين، صح؟ طالعين يستانسون ورجعوا متزعلين، فوضى. لكن لو في خطة عندك في رحلتك، كيف يكون عندك استرخاء واستجمام وهدوء والشيء اللي تحبه وتمارسه بحريتك، مهم جدا. مهم جدا لك كنجم أن تحافظ على المشي، وتحافظ على الاسترخاء، وتحافظ على النفس العميق. النفس هذا ترى جماعة الخير يريح مخك وعقلك. خذ نفس بلاش، اكتب صدرك، خلي يطلع مخك. المخ يتغذى على الأكسجين على فكرة. طيب خلينا نشوف أركان النجومية. ما هي أركان النجومية؟ القلم اللي جاني وين راح؟ كتابة؟ لا موجود. الخط جميل. أنا بسم الله. أركان النجومية. وخلوني أسوي نجمة ونحاول نشوف شو الأركان اللي فيها. ما هي أركان النجومية؟ ها؟ القراءة؟ اللغز؟ أبغى الثقة؟ لا الآن في نجومية شركان. تفضل يا نبي واحد كذا ما شفناه. تفضل يا لا شو اسم ذكرني باسمك معليش. لا اللي جنبك بسام. بس مجموع بسام اللي جنبك. بسام الرجال. بسام هذا. بسام تفضل. أنا إيه. بسام. أركان النجومية. وين جالس؟ خلك واقعي. احترام لك بس. ها؟ أقول احترام إني أقوم لك احترام بس. الله يعطيك العافية. القراءة سمعتك. هذه أدوات بعدين. طيب. لكن أركان نجومية. تفضل عمر. سمعت قالها قلت هي أكيد. احترام الغير. طيب خلني اختصر عليكم. بفتح لكم باب. لا بفتح لكم باب. أركان نجومية. النجم. الشخص ذا أنا ركم أركان نجومية. لأن النجومية هذا عالم. لكن النجم هو المحور الأول في النجومية. صح ولا لا؟ طيب النجم هذا، النجم هذا اللي هو أنت، تحتاج أنك تفهم أنك ركب من أركان النجومية، لكن مو أنت النجومية. لأن بعض الناس يظن أنه هو النجومية متمحور عليه. لا، أنت ركن من أركان النجومية. الركن الأهم الثاني وش هو؟ لا شايفينه؟ الجمهور. شايفين الركن الثاني وش هو؟ النجوم. الجمهور عفوا. الجمهور. لا خلوني أتكلم عن الجمهور معليش. لأن الجمهور هذا، الجمهور هذا هو الذي يصنع منك نجم. هذا شخص محمد، واحد اسمه محمد. في مليون محمد عندنا، بس في محمد نجم اللي خلاه يكون نجم هو هذا الجمهور. أوكي. هذا الجمهور يجب عليك كنجم أن تعرف أن شريكك الاستراتيجي في النجومية، شريكك الاستراتيجي هذا لازم تحافظ عليه بتعاملك وبماذا تقدم له. على فكرة مجرد أن توضع عليك الكاميرا في شاشة تلفزيونية لمدة شهرين ترى أي واحد يصير نجم. لا أظن أنك أنت اللي صرت نجم، لأنه هذه الكنبة بعد شهرين بتنفذ من السوق. شافوها الناس وشافوها وشافوها وشافوها، قالوا والله الكنبة اللي جاية من القفاري بروح اشتريها. خلاص طبيعي يعني. فمو معناته انه اي واحد انه هو مهاراته طلعته الشاشه تطلعك نجم، بس تطلعك نجم مؤقت حتى تنفذ من السوق. لو ما جددوا بعدين في الكنبه هذه خلاص نفذت ما عاد لها قيمه.
أنت كنجم لو ما جددت نفسك لجمهورك، يعني لو جينا السنة الجاية نبي نشتري الكنبة هذه قالوا خلصت فصار لك قيمة، أو جاء موديل جديد ما عاد له قيمة. فأتمنى أنك تعامل نفسك كنجم وتقدم نفسك الجمهور بشكل متجدد ودائم. الجمهور لا يقودك، لكن أيضا أنت تقوده بالاحترام، بالتشارك، بالقيم، بالمحتوى، بالشيء اللي يناسبهم. هذا الجمهور، أنا قلت لكم في نجوم نعرفهم طيحهم الجمهور، في جمهور رفعهم الجمهور. المحتوى الأمر الثالث في النجومية، تفضل يا سعد. من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى حاضر معك هنا في شخصيتك. شوف ايش تعنينا الصورة هذه دلت ثمار هذه المحتوى، يعني عندك يا شجرة انت وش تقدم؟ الصورة هذه المادة، وسائل التواصل، وسائل التواصل، المنصة الإعلامية، المنصة الإعلامية. اي قاعد تقرا. اذا المنبر الإعلامي، المنبر الإعلامي هذا هو المنصة الإعلامية، سواء كانت تلفزيون أو كانت سوشيال ميديا أو غيرها. وأنا حقيقة أبي الأستاذ ماجد الغامدي يتكلم عن المحور هذا في دقيقتين. يا سلام. كركن من أركان النجومية هذه منصة، أنا كنجم كيف أتعامل معها كما تعاملت مع جمهوري؟ يعطيك العافية. نجم يريد أن يستخدم منصات الإعلامية المتعددة حتى يستفيد منها بشكل صحيح. تقسيم الإعلام أكاديمياً أربعة أقسام: إعلام وإعلام وإعلام، يلا هي خلونا نقولها مع بعض. الأول إعلام مرئي اللي هو التلفزيون ومشتقاته، الثاني إعلام سمعي مسموع اللي هو الراديو إيه؟ وما يتعلق فيه، رقم ثلاثة إعلام نصي مقروء أو مطبوع اللي هو المجلات الجرائد أي مطبوعات. رقم أربعة إعلام حديث، إعلام الحديث، الإعلام الجديد أو يحبون يسمونه علمياً الإعلام الرقمي أو الإلكتروني. شو رأيكم فيني؟ طبعاً بعض الأحيان أيضاً تقسيمات أكاديمية يضيف رقم خمسة علاقات عامة، رقم ستة الإعلان، رقم سبعة التسويق، حسب. ولكن خلينا نأخذ هذه الوسائل الأربع. النجم كيف يستخدم هذه الأربع؟ القاعدة فيها أينما كان أنت هنا النجم كيف تستخدمها؟ أينما وجد الجمهور تتجه له لتقدم له المحتوى والرسالة. ليش؟ هو الجمهور يجيني ولا أنا اللي أروح له؟ خلونا نشوف قدوتنا، من قدوتنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كيف كان يسوي؟ كان يذهب إلى الناس ويقدم المحتوى، الدعوة التي لديه في سوق عكاظ، في سوق ذي مجاز، في سوق ذي قار، ويذهب إليهم إلى أماكن تجمعهم ويبلغهم التوحيد ويبلغهم الرسالة الربانية. فأنت كنجم تذهب كقدوة وتستحضر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذهب إلى الناس لتبلغ رسالة، وليس لذات الذهاب وأن يشوفوني أنا موجود وأنا ما غير أضحككم وأنا ما غير أونسكم وعرفتوني والحمد لله ومستانس. لا لا، أنا عندي رسالة، وما يمنع بعض الأحيان نسولف ونضحك ونستانس. كيف أجمع بين هذه الثنتين؟ طيب يا أخي أنا ما أعرف أستخدم الإعلام الاجتماعي والشغلات الجديدة. بسيطة، خذ دورات وتدرب. نعم. وتأهل عمرك فيها وتدرج. ليس عيبا ألا تتدرب، ليس عيبا ألا تعرف أن تستخدمها، ولكن العيب ألا تتعلم، تبقى مكانك تقول يا أخي والله عيب أقول لأحد علمني. يا أخي تدرب، والآن فرصتكم تتدربون لسه في الشباب في هالأمور. كان بعض الدورات أقدمها في هذا المجال، مثلا المتحدثين الرسميين. كان عندي دورة قبل عدة أشهر للمتحدثين الرسميين في إحدى الوزارات، بعدها قدمت دورة كانت زي الكوتشنج إحدى المسؤولين أو أحد المسؤولين الكبار، بس يقول يا أخي صعب أحضر مع غيرهم في مكتبه كوكيل وزارة، ما بغيت أذكر المنصب، كوكيل وزارة يعني في مكتبه. كانت دورة ثلاثة أيام ولكنه بمفرده، في الأخير قاعد يتدرب يقول لك والله إن أصل متأخرا خيرا من أن لا أصل. فأخذ الدورة في الأخير كيف إنه أقف، كيف الشغلات، كيف لغة الجسد، بعض الشغلات أقمنا سوينا تحليل لشخصيته، وقفته، أموره، الكلمات التي لديه، هذه الأمور كلها تدرب عليها. حتى ترى السناب، إنستغرام، تويتر، ترى في مهارات مهمة ومتعددة، وناوي أتطرق لبعضها العام في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. خلال زد رصيدك عندي إن شاء الله لقاء معكم أسبوعي مهارات إعلامية سوف يكون حولين هذه القضايا. المنصة الإعلامية تحتاج إلى تدريب وممارسة. دربوا أنفسكم وطوروا مهاراتكم، والله يوفق الجميع يا رب. طيب يا شباب، هل ممكن يكون هناك نجم
هل ممكن يكون هناك نجم بدون واحدة من الثلاث؟ كلهم هم صح؟ يعني لو ما كان في جمهور بقول أنك نجم؟ لو ما عندك منصة إعلامية بكون تكون نجم؟ لو ما في نجم في جمهور منصة إعلامية بس ما في نجم؟ إذن هذه كلها مهمة. نجي عند النقطة الرابعة أو الركن الرابع من أركان النجومية وهو موضوع الاستدامة. الاستدامة وش المقصود فيها يا بندر؟ الاستمرار في النجومية. نجوميتك وما تنقطع يعني. ممتاز. أن تكون مستمر كنجم. أنتم عارفين النجوم الآن اللي في الكواكب. كواكب النجوم إن في نجم إن باقي صورته بس ولا هو قد انتهى من آلاف السنين. أنا ما نبيك زيها. إحنا نبيك نجم تستمر. هل تستمر وأنت ما قاعد تقدم إنجازات؟ ما عندك إنتاج؟ ما عندك يعني تجدد في شخصيتك وفي عطائك؟ ما تستمر. الناس دائما يكرهون الشخص المتكرر. تفضل يا محمد. أفلت ولكن بقي شعاعها. لكنها شعاعها بيختفي. رسولنا الكريم خير مثال، فهو نجم اهتدى يعني الكثير منهم عليه. أنت تتكلم عن نجوم إيش؟ نجوم السماء ولا النجوم اللي في الأدي؟ كل النجوم. أنا أتكلم عن النجوم. الكلام اللي قبل شوي نجوم السماء. نعم. إنه بعضها انتهى اندمر. إيه ولكن الربط في إنه نجوم الأرض الآن اللي هم الناس اللي حيؤثروا. حنا نطمح. قد يرحل. نطمح نحن في النجم الباقي. إيه قد يرحل ويبقى أثره. طيب. طبعاً طبعاً هذا كلام حنا اللي نبيه. نعم. هو الهدف من هذا الكلام إنه نبحث عن النجم اللي يستمر أثره حتى لو مات. الدكتور عبد الرحمن السميط نعم قدم نفسه كرمز اسلامي وخدم الاسلام ومات رحمه الله، وحنا اليوم نترحم عليه ويكسب اجرنا وهو ميت في قبره، لكن هناك 11 مليون مسلم على يده. طيب الاستدامه، كيف انا اكون عندي استدامه باستمرار يا شباب كنجم؟ تفضل يا عمر. حتى لو فشلت ممكن، ترى في بعض الأوقات تفشل مو عيب إنك تفشل. حلو. فجميل إنك تستمر، جميل إنك تتعلم، وكلنا جالسين. يا سلام عليك. ترى يا جماعة الخير غالبا أكثر النجوم اللي في الساحة لهم سقطات. بالضبط. رسالتي للنجم عند الأزمة أن يكون لديه قوة نفسية، وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الفشل هو خبرة وليست نهاية، ويجدد عطاءه. رسالتي للجمهور الكريم، إذا أخطأ النجم خذوا بيده، لا تتركونه في هذا الخطأ، لأن عندي خيار أني أقول هذا ما ينفع وأساعده أن يكون عنصر فاشل في المجتمع، وعندي خيار أني أقول له ترى ما يصح أسلوبك، احنا معك وندعمك ويكون عنصر ناجح في المجتمع. هذه رسالتي للجمهور. رسالتي للمنابر الإعلامية أن تحرص على اللي عندها قرار أن تقدم النجم صاحب القيم والمحتوى. ورسالتي للنجم أن يهتم بالإبداع والاستمرار في العطاء. وحتى يكون عندك قوة نفسية عالية جدا، نختم بمقولة جميلة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله عندما تكلم وقال: إن الإيمان هو القوة النووية الحقيقية التي تصنع الإنسان وتصنع الأمل وتصنع النصر. كل ما كان لديك إيمان بالله سبحانه وتعالى وارتباط بالله سبحانه وتعالى ودعاء بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، سيكون إن شاء الله عندك قوة نفسية تصبر معها. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في السيرة النبوية ببلايا وبمحن وابتلاءات، لكن صلى الله عليه وسلم كان يملك مشروع، كان يملك رؤية، استمر وقاتل وجاهد من أجلي ومن أجلك. وأتوقع أنه كل نجم اليوم مسلم يتمنى إذا التقى يوم القيامة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجد الشكر من الرسول له ولا يجد العتاب. أنت مسؤول، وترى كل ما زادت جماهيريتك كل ما زادت عليك المسؤولية، كل ما زاد مالك كل ما زاد حسابك، وكل ما زادوا متابعينك كل ما زاد عليك الحساب يوم القيامة. احرص على أن تقدم نفسك كنجم مشرق مفيد ذو رسالة ذو محتوى. ونسمع المداخلات. تفضل يا عبد الرحمن. أقول أيضا بعد من أهم عوامل الاستمرارية
أن يكون المحتوى نافع لأنه هو اللي يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا اللي يبقى ويستمر ويطول بعده العمل. يا سلام، الله يعطيك العافية، أعطوه تحية دائما عزيز المسلمين، عززوله. طيب نبي وجيه جديدة لأنه ما شاء الله مشاركي، تفضل يا أستاذ. يا فارس، في أوقات في حاجة فقدناها الحين في السوشيال ميديا بصراحة، لكن اللي هي الروح الحلوة. صارت الناس تتصنع عشان تقدم محتوى، والروح الحلوة نسيناها، العفوية نسيناها، الضحك نسيناها. يعني أوقات أنت بروحك الحلوة والعفوية وسواليفك البسيطة جدا ممكن تضحك الناس، ممكن ترسم البسمة على ناس كثير. عزز عزز يرحم أمك، عزز 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 عزز. طيب يا فارس، يا فارس الكلام هذا ذكرته أنا في بداية كلامي. طيب بس مو لازم محتوى يا فارس. كلامك سليم، في البداية قلت أنا عتبي على من؟ على القدوات. صحيح. اللي ما استطاعوا انهم يقدمون الرساله بشكل جميل. صحيح. بس في فانا ناس، انا معك، انا متفق معك. اسف بس في ناس الان يوم يجي معك بلقاء يقول لك ما شاء الله عندك مثلا 200 الف في السناب، انت ايش قاعد تقدم؟ طيب انت ليه تركت الروح الحلوه؟ ليه تركت البشاشه؟ ليه تركت الابتسامه؟ ترى متفقين انا وانت، متفقين. الروح الحلوه يكون فيها محتوى ممتازه، لكن لو كانت روح حلوه ما فيها محتوى. لا لازم في محتوى. اوقات انا اسالك لو كان في روح حلوه واحد ما شاء الله ينكت بس يقول كلامه مناسب، ممتاز؟ لا 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 خلاص، احنا متفقين، احنا متفقين ترى، احنا مع الروح الحلوه. حلو. مع الابداع، مع الابتكار، مع النزول للمجتمع، مع تقديم الرساله بشكل جميل وبسيط، متفقين. اخر اخر معلش معلش اسمحوا لي محمد بس اخر مداخله عشان الوقت. ايه أنا العتب دائما على المنصات الإعلامية اللي تؤكد دائما مقولة إنه الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي هو غاية مثلا يحيي يوم معين، يحيي شيء، يأتي بأي شخص بلا قيمة بلا هدف على أساس إنه عنده جماهيرية فيقدم، وبالتالي المنصات الإعلامية هي اللي قاعد تصنع نجوم وتبرزهم وتظهرهم للمجتمع. المجتمع لما يتعود وجود هالشخص أمامه حتى لو كان بلا قيمة يجده بعدين يعني يصور له إنه هذا نجم وهو بلا قيمة أصلاً. على كل حال نحن دائما مسؤولين عما نملك لا عما يملك الآخرين. أنا مثلا أملك نفسي، إذا أنا لازم أقدم نفسي بشكل مناسب. أنا مين مسؤول عن منصة إعلامية لتقدم أي واحد غلط؟ طبعا أنا قلت لك نعاتب، لكن أنا دائما أميل إلى أن أكون إيجابي، دائما أميل إلى أن النجم يكون جزء من الحل، جزء من النجاح، جزء من الخير، ويبتعد عن قضية التململ واللوم والعتاب. لا تصنع نجاح. لما يجيني شخص مبتذل نفسه ويظهر يحدثني عن قضايا في المجتمع ويحدثني عن مشاكل أسرية، مشاكل ما يعنينا احنا لو جلسنا نلتفت في كل واحد. من قدمه؟ مو حنا اللي قاعدين نقيم الناس، احنا دائما مسؤولين عن ما نملك. نعم نعم، نحن نملك أفكارنا وقيمنا وشخصياتنا وأدائنا. خلوني بس أنا خالد، يلا معلش سامحني، سامحني ولا ما تسامح مرة؟ طيب تفضل يا خالد. الاستدامة. تفضل. الاستدامة من أهم الأشياء اللي تخليك يعني تدوم بالنجومية، اللي هي أنه يكون لك فريق عمل، ويكون لك فريق عمل لأن اليد الواحدة ما تصفق، فلازم جميل. يكون فريق عمل يساعدك بأشياء. وهذه سأتكلم عنها إن شاء الله في مهارات النجومية بإذن الله، ومداخلة جميلة أشكرك عليها، لازم أخذ مداخلتك. تسلم. المنصة الإعلامية في كتب عنها. حلو يا أستاذ ماجد، يسألون يقول منصة الإعلامية في كتب عنها تنصح فيها؟ كتب متعددة، يحضرني ثلاثة كتب، خلينا أقول اثنين منها الآن. كتاب أول اسمه سوشاليات للأستاذ بسام السيد، يتعلق في السوشيال ميديا وما يتعلق فيها. كتاب ثاني اسمه التواصل الاجتماعي لمؤلفين، عمار محمد و نسيت والله ايش اسمه المؤلف الآخر معه. فهذه كتابين جيدة، خلونا يعني كتاب الإعلام بأرقام ما يصلح في الموضوع هذا، كتاب صناعة المحتوى الإعلامي أكثر قد يكون. إذا كتابة صناعة المحتوى الإعلامي للأستاذ ماجد بيصدر إن شاء الله، وهو يخدم في المجال هذا. هو كتاب صناعة المحتوى الإعلامي، كتاب. أنا أحب أختم وأقول أيها النجوم، أيها النجوم، حباكم الله هذه النجومية، هذه النعمة العظيمة، اشكروها بالعطاء القيمي الذي ينفع الجمهور. شكرا لكم. نمشي يا أستاذ ماجد؟ بسم الله، يلا استعنا بالله. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم يا شباب.
ترى بس حنا حط زاوية هذه الزاوية حط فيها تبي. لا بحط هني الأخلاق هاي تدخل في النجم. النجم فيه كلام كثير تدخل فيه أخلاقه وتعامله وفوته. خلاص أنا خليت هذه سبيل يعني. وعدك تشوف شيء شد حيلك شد حيلك. شكرا شكرا يا وائل. شكرا يا عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. يرضون منا منك وجهك الكريم فيه. الله يكرمك. ترى انا من جمهورك ترى عندك خبر. اي والله اليوم والله نستفيد حاجه. الله يجزاك والله العظيم. الله يجزاك جمهوره قبل زيد فرصته والحين عدا وقف لين نطلع من اللجنه بعدين ارجع من جمهورك. طيب في شغله بس في تطبيق جميل على الجوال اسمه انجز كتابا. يا سلام. يختصر كل كتاب جميل إلى أنك تقدر تقرأ هذا الكتاب 15 صفحة. يا سلام. والاختصار هذا اختصار يعني ممنهج. يا سلام. ومرتب صراحة. يا سلام. أنا استفدت منه يعني في كتب هو في تقريبا حول 200 كتاب ملخصات كلها على 15 دقيقة. إذا ما لقيت كتاب أقدر أشتريه ونزل فيه؟ ما أدري بصراحة بس أنا قرأت أنا في كتاب عن الجماهير يتكلم عن نفسيات الجماهير. يا سلام. 15 دقيقة أخذت فائدتي والله. يا سلام. جميل. يا سلام. جدا. طبعا لازم تهتم بالجماهير أنت عاد ما شاء الله. الله يسعدك. أنجز كتابا. وش أقرب نشيد إلى قلبك أنت؟ من أشيدك نور دربي. يا أخي تصدق ما حبينك إلا عشانه. يلا 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 ولو بعشاني. طيب أعطنا نور قلب. نسمعها نسمعها شباب مشاركة. يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي. ليس لي حول فإني بك حولي وعليك بك حولي وعليك في شهيقي وزفيري أنا محتاج إليك أنا محتاج إليك. يا رب يا رب يا رب نور دربي. سلامتكم. يا سلام يا سلام. ترى قال لي شيء هنا ما سمعته. قال لي ترى انا من جمهورك. اها صوتك صوتك قبل صوتك الحين ما تغير فيها ما شاء الله ما زال صور لنا صور لنا صور لنا صور لنا صور لنا صدقني عامله بال خلاص بعد تعال.